وحول هذا الموضوع ينضم معنا القيادي في سائرون الدكتور ناظم الربيعي. أهلا بك دكتور. بداية عبد المهدي لم يستبعد إدارة بعض المناصب بالوكالة أسوة بالدورات السابقة، كيف تقرأ تراجع عبد المهدي بعد أن كان يؤكد عكس ذلك؟ تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام دكتور، تفضل. تحية لك ولضيوفك وشكرا على الاستضافة. ابتداء صح انه الدكتور ناظم العبادي. نعم نعم دكتور ناظم العبادي، نعم. شكرا فيما للتصحيح. يتعلق في موضوع الوكالات، نحن ماضون بتأسيس دولة قوية، وبالتالي هذا يحتم ويتطلب انه تكون الدرجات الخاصة كافة وإدارة الوزارات والهيئات بعيدا عن موضوع الوكالة، لما له من آثار بالحقيقة يفترض أن نتجنبها، باعتبار أنه عندما يكون مثلا على سبيل المثال نعم رئيس هيئة النزاهة وكالة، لا يمكن له أن يؤدي مهامه بالشكل المطلوب، وكذلك بقية المناصب والدرجات الخاصة كافة كونها تحتاج سعة إدارية وصلاحيات كاملة، ويكون ارتباطها خاصة الهيئات المستقلة يكون ارتباطها بالبرلمان. لذلك نحن بالحقيقة نأمل ونطالب السيد رئيس الوزراء بأنه ينهي موضوع التنصيب بالوكالة في الوزارات والهيئات، طيب دكتور وكما ناظم، هو الاتفاق. نعم نعم، هل قرار إدارة بعض المناصب بالوكالة قرار عبد المهدي وقناعته، أم ضغط الكتل الأخرى على ذلك القرار؟ فيما يتعلق بتشكيل الحكومة بالحقيقة أعطي السيد رئيس الوزراء مساحة كاملة في هذا الموضوع، باعتبار هذا تشكيل حكومة. موضوع تشكيل الحكومة يختلف عن موضوع تشكيل الدولة. موضوع تشكيل الدولة طبعا يكون أهم ويكون له أبعاد استراتيجية، وبالتالي يفترض أنه يعني يكون هنالك اهتمام شديد في موضوع بناء الدولة بعيدا عن التنصيب بالوكالة، لأن بالحقيقة التنصيب بالوكالة في الهيئات والوزارات نعم يحجم المسؤول، وبالتالي تترتب عليه نتائج سلبية في الأداء وإدارة نعم الدولة. نعم، برأيك دكتور من سيكون الراذبح في حالة الإدارة بالوكالة ولماذا؟ هو يكون الخاسر الشعب العراقي، وتكون ضعف للدولة الرابح العراقية. من سيكون الرابح؟ هل الذي يتسنم ليس تلك هناك رابح الوزارات؟ بالحقيقة، ليس لا لا يكون رابح هنالك في موضوع التنصيب بالوكالة. بالحقيقة يضعف حتى الأداء الحكومة، باعتبار أن ذكرت أنه تنصيب الوكالة يضعف المسؤول عن الملف، وبالتالي ما ممكن أنه يأخذ مساحته وما يتحمل مسؤوليته الكاملة. مثلا جبت مثال على موضوع هيئة النزاهة، كون أنه رئيس هيئة النزاهة بالحقيقة هو وكالة، فيكون مقيد من قبل الحكومة، ويكون تنصيبه واستبداله من قبل الحكومة، وهذا ضعفه، وقد نعزي هذا سبب الضعف في موضوع النزاهة وأداء هيئة النزاهة على سبيل المثال، لكون انه رئيس هيئه النزاهه مثلا بالوكاله، وهذا ينعكس ايضا على كل بقيه المناصب. مساله الاستمرار بهذا الموضوع، علما انه يوجد اتفاق، طبعا اتفاق مبدئي انه يتم الاستبدال والتغيير الجذري خلال ثلاثه الى سته اشهر، وخلافه يكون هناك طبعا تكون مساءله حول هذا الموضوع. نعم. اذا لم تكن هناك مبررات واعذار وافيه وكافيه. نعم دكتور. والا تتحمل من الحكومه مسؤوليه الخلل، هذا الخلل. طيب دكتور، نستثمر وجودك معنا لنسأل عن حراك نيابي لعقد جلسة بخصوص زيارة ترامب للعراق، هل تتوقع عقد هكذا جلسة أم أن أعياد رأس السنة أولى بالنسبة لأغلب النواب؟ طبعا احنا بشكل عام نصر على مسألة احترام سيادة العراق، واحنا منذ سنوات
نعمل ونحرص على مسؤولية على عفوا على موضوع استقلالية العراق وسيادته، وهذا طبعا الموضوع هو يتكفل به يفترض السيد رئيس الوزراء باعتباره هو الجهة الرسمية اللي مسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك الأخوة في البرلمان يفترض أن يهتمون بهذا الموضوع اهتمام بناء على ظروفهم هم اللي يقدروها. أنا ما أعرف يعني الملابسات والحيثيات اللي تأجل الاجتماع، لكن هو طبعا من الضرورة أنه يبادرون إن شاء الله ويكون لهم صوت وموقف تجاه هذا الموضوع. طيب، نواب أشاروا إلى وجود نية لتعديل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، هل المعطيات تشير إلى هكذا تعديل، خاصة أن البرلمان عجز عن اختيار وزير داخلية، فكيف سيغير اتفاقية استراتيجية مع واشنطن؟ هذا الموضوع طبعا هو يبقى قيد الدراسة وبالتداول مع بقية الكتل. هذا الموضوع استراتيجي وحساس، و في تفاصيل يفترض أنه الأخوة في البرلمان الجهة التشريعية وبالتنسيق مع الحكومة أنه يراجعون الموضوع، وبما يضمن سيادة واستقلال العراق، لأن مسألة الحقيقة الاستقلال والسيادة لها تأثير على القرار، وبالتالي احنا منذ البداية ننادي بأن يكون القرار عراقي وأن تكون للعراق سيادة كاملة واستقلال عن الخارج وتعامل بالمثل مع بقية الدول. نعم، الدكتور ناظم العبادي القيادي في سائرون، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.